شعت شموس الهدي بالكلمات فانارت الافهام بالايات اسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من القلب وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فالصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الحكيم وتلك الايام نداولها بين الناس هذه الايه او هذه المقطوعه من الايه الكريمه تحتوي فيما يبدو لنا على بعدين البعد الاول بعد البشاره والبعد الثاني بعد الانذار البعد الاول هو بعد البشاره كل منا يعاني مشكلة في حياته، طبيعة هذه الدنيا طبيعة المشكلات، والشاعر يقول: كل من تلقاه يشكو ألما، ليت شعري هذه الدنيا لمن؟ الله خلق الدنيا للمشكلات الانسان عندما يكون في مشكله يظن ان هذه المشكله مشكله ابديه وان هذه المشكله لا يمكن ان تنتهي ولكن هذه الايه الكريمه تبشر المؤمنين وتلك الايام نداولها ايام المشاكل لا تبقى ايام الانتكاسات لا تبقى ايام الحزن لا تبقى، فهذه بشارة للمؤمنين جميعا. ولذلك المؤمن دائما يجب أن يكون قلبه واثقا بالله سبحانه، عامرا بالأمل بلطف الله وعناية الله، حتى إذا كان في أشد المشكلات. أن تلاحظوا هذه القضية، رجل لعله يبلغ حوالي مائة عام، وزوجته لعلها كانت فوق التسعين عاما، هذان الزوجان عاشا ثمانين عام، سبعين عام. أكثر أقل والله سبحانه وتعالى لم يرزقهما أولادا هل هنالك احتمال بعد هذا العمر المديد أن تتحول هذه الحالة بعد ماكو أمل شايب عمره مئة عام الله يعطيه أولاد ولكن هذه حالة المؤمن حتى عمر ميت عام يطلب من الله ولا ينقطع رجاؤه بالله تقرؤون في القرآن الكريم (إذ نادى ربه نداء خفيا ذكر رحمة ربك عبده زكريا) إذ نادى ربه نداءً خفيا، ليش خفي؟ يمكن والله أعلم لعله عيب قدام المجتمع، واحد عمره مئة عام يجي يقول يا الله أعطني أولاد زوجته عمرها تسعين عام أو أكثر، عيب. فنداءه كان نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني العظم العمود الفقري لهذا البدن وهن واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا بالنتيجة ذاك النداء الخفي أثر أثره "يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى وأي ولد الله سبحانه وتعالى أعطاه لا تظنون أن هذه الحالة ثابتة ودائمة في هذا الكون أكو سنة التحول وسنة التبدل، هذه سنة إلهية. كان عندنا جار في الكويت عندما كنا هناك، هذا بعد حوالي عشر عام تزوج وما عنده أولاد. بعد خمسة عشر عام ذهب إلى سوريا والتجأ إلى عقيلة الهاشميين زينب صلوات الله عليها وطلب أن تكون شفيعة إلى الله سبحانه وتعالى في حل هذه المشكلة عاد الله سبحانه وتعالى تفضل عليه بالذرية. الآن أنتم في ضيافة كريمة أهل البيت السيدة فاطمة المعصومة كريمة أهل البيت لها مقامها الشامخ العظيم فإن لك عند الله شأنا من الشأن من زارها وجبت له الجنة. انتو ضيوف الامام الرضا صلوات الله عليه واحد يجب ان يطلب طلب امل المؤمن حتى اذا والعياذ بالله القوا في جهنم هناك ايضا امل برحمه الله وبلطف الله لا ينقطع ما تقرون في دعائكم إلا اضجن اليك بين اهلها ضجيجا آملين حتى في جهنم هذا مهم في الدنيا والآخرة هذا هو البعد الأول في هذه المقطوعة من الآية كما يبدو وهو بعد البشارة البعد الثاني في هذه الآية بعد الإنذار إذا الله تفضل علينا بنعمة لنتصور أن هذه النعمة باقية. رأيت الدهر مختلفا يدور فلا حزن يدوم ولا سرور وقد بنت الملوك به قصورا فما بقي الملوك ولا القصور احنا النعم اللي عدنا نتصور احنا مالكين لها وهذه النعم ابديه مو معلوم مداوله معنى الايه او ملاك الايه الكريمه مداوله هذه العين التي نملكها نتصور أننا نملكها نعمة أبدية هالشكل مو معلوم كم مليون أعمى الآن أكو بالعالم في آخر إحصائية أنه في العالم يوجد أكثر من خمسين مليون أعمى ذول منهم ذول مو مثلنا في يوم من الأيام الله تعالى أخذ منهم هذه النعمة. هذه الثروة التي عندنا، الأمن الذي عندنا، هذه النعم كلها معرضة للخطر. كيف ندفع هذا الخطر؟ وكيف نضمن بقاء هذه النعم؟ أكو هنالك عوامل نذكر منها: العامل الأول عدم الظلم، الظلم جدا خطير، الظلم مو يعني واحد يكون صدام، قد واحد يكون صدام في بيته، واحد من الإخوة نقل لي أكو فلان، أكو رجل هنا أنا. هذا عندما يدخل في بيته أولاده وزوجته يرتجفون، هذا مو صدام. لكن صدام في بيت واحد يظلم زوجته، الزوجه تظلم زوجها، الظلم خطير، الاب يظلم اولاده، الام تظلم اولادها، خطير هذا، لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم اخره يدعو الى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. ذيك المريه قالت لله يا الله انت نايم؟ بعد فتره رات جسد فرعون على الماء وجاءها النداء لا احنا مو نايمين. احنا ليش نروح للتاريخ؟ هذا صدام امامنا. اصلا واحد كان يتصور ان صدام ينتهي كلش بعيد كان. نقرا في دعاء السمات واغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم هذا فرعون الجديد الله افناه كانوا مخططين كما في بعض التقريرات يعيشون 300 عام هو واولاده واحفاده واحفاد احفاده يحكمون الظلم دمره هذا الظلم حاكم وظلم أب في بيته نفس الشيء ظلم الأخ الأكبر للأخ الأصغر نفس الشيء الظلم يزيل النعم هذا العامل الأول عدم الظلم ضمانة بقاء النعم. العامل الثاني عدم الذنب العين الله اعطانا، واحد يطالع بها الافلام الخلاعيه المحرمه هذا خطر، واحد يستفيد من نعم الله ضد الله، خطر اذا رايت الله يتابع عليك نعمه وانت تعصيه فاحذره، خطر العامل الثاني عدم الذنب. العامل الثالث عدم كفران النعمه. اكو هنالك بعض الازواج، بعض الزوجات يكفرون بالنعم. المراه تقول لزوجها: انا ما شايفه منك خير من يوم تزوجنا. والرجل يقول لزوجته انا ما شايف منك الا الشر هذا كفر النعمه واحد كله يفكر في الجانب المظلم من الحياه الله معطينا ملايين النعم لنكفر بهذه النعم اذا في مكان من حياتنا اكو اشكال كل لنركز النظر على الجانب المظلم من الحياة شكر النعمة في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله دخل بيت عائشة وإذا به يشاهد كسرة خبز كاد أن يطأها برجله كفر بالنعمة فقال النبي لعائشة يا عائشة اكرمي جوار نعم الله فإنها إذا نفرت لا تعود. شكر النعمة عدم كفر النعمة هذا العامل الثالث العامل الرابع الإشفاق على عباد الله الراحمون يرحمهم الله الله تفضل علينا فشاركوا في كلمة أمير المؤمنين صلوات الله عليه الله الله في الفقراء أشركوهم في معايشكم هؤلاء شركاء لكم. الآن ماكو بالدنيا ناس يموتون من الجوع ماكو في الدنيا ناس يموتون من العطش ماكو في أطرافنا من البلاد بلاد الطفل يولد بالشارع ويموت بالشارع ماكو في البلاد الاسلاميه الان في هذه اللحظه بلاد الناس ياكلون ورق الاشجار لانه حتى الرغيف لا يجدونه ورق الاشجار ياخذوه يطحنوه يطبخونه في الماء وياكلونه مسلمون مثل ماكو في البلاد وبعض الاطفال الصغار، طفل ما يفتهم طعمه مر هذا الطعام، يرفض يتناول الطعام، كانوا كاتبين ان فلان طفل غشي عليه من شده الضعف والجوع، هاي اهاتهم ما تاخذنا؟ يجب ان نحذر. هذا العامل الرابع، العامل الاول عدم الظلم. العامل الثاني عدم الذنب. العامل الثالث عدم كفران النعم. العامل الرابع الاشفاق على الاخرين. العامل الخامس الدعاء. وانتم الان في مواطن الدعاء. اظن في الحديث اذا واحد يخاف من شيء وتقدم بالدعاء الى الله سبحانه الله يصرف عنا ذاك الشيء، تخافون من الفقر؟ ادعوا الله ان لا يفقركم في لحظه يمكن واحد يصير فقير لحظه واحده يدخل سوق الاسهم وهو يملك الملايين بعد دقائق يطلع صفر اليد اعمال الدنيا لحظه واحده وإلنا قضايا كثيرة في هذا المجال انقل لكم هذه القضيه واحد ما اذكر اسم البلد واحد يقول ينقل هذه القضيه انه كان عندي تعامل تجاري ويتاجر في بلد من البلاد تعامل لقضيه معينه يقول في يوم من الايام ذهبت الى ذلك البلد حتى التقي به، ذهبت الى بيته فرايت بيته محروق انقاض، اجيت الى سوق هذا التاجر كان يملك سوق مو دكان، سوق شفت السوق ساقط خاون على عروشه، سالت وين هذا التاجر؟ قالوا هناك خلف هذه التلة يقول رحت فرأيته في حالة يرثى لها أشعات أغبار قاعد على التراب وعينه أيضا قد فقدهما قاعد هالشكل سلمت عليه قلت له خيرا شنو هذا الوضع قال في الواقع انا الي قضيه انا في يوم من الايام كنت جالس في دكاني وكنت اقرا القران الكريم فوصلت الى هذه الايه الكريمه انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون شويه فكرت في هذه الايه شككت صحيح الله بكون يغير الاحوال ممكن بعدين فكرت انا تاجر عندي ثروه عندي سوق عندي املاك ممكن الله بكلمه كون يغير حالي يمكن يعني تشكيك في قدره الله القدره المطلقه يقول واذا بهذه الاثناء واحد اجى قال بيتك دا يحترق حريق في البيت يقول انا ركضت فرايت النيران محيطه بالبيت واهلي واولادي وعائلتي بالبيت دا يحترقون فيقول فاقتحمت النيران تضحيه فدا اقتحمت النيران حتى اروح انقذهم ما قدرت يقول فرجعت فأخذت النيران تأخذ مني وطلعت بره فرأيتني فاقدا لعيني وسقطت على الأرض الناس كثير منهم ما عندهم التزام ديني سمعوا أنه هالشكل التاجر فهجموا على سوقه وأخذوا ينهبون الدكاكينه الوالد رحمه الله كان يقول احنا شفنا النظير هذا في احدى البلاد احد التجار وضعه شوي اختال الناس هجموا على محله كان عنده شلمانات حديد يعني اعمدة حديدية ضخمة كبيرة الناس يشيلوها يودوها عشرة عشرين ثلاثين يجتمعون هاي الاعمدة الحديدية الضخمة يشيلوها الناس هجموا على بيتي، على دكاكيني، واخذوا كل شيء، وانا الان كما ترى ما عندي لا بيت، لا دكان، لا سوق، لا ثروه، لا زوجه، لا اولاد، لا عين، لحظه واحده. الفلك يدور. العامل الخامس الدعاء، واحد يدعو، اكو بعض الناس في اخريات ايام حياتهم، يبتلون بأمراض يصير شلل خمستعش عام هو في عذاب وأهل منه في عذاب يعني قد يكونون في عذاب يبتلى بفقدان الذاكرة هذا اللي الآن يسموه زهايمر خرف ينسى أقربائه وأصدقاءه شوي شوي حتى ينسى نفسه وينسى كيف يأكل وكيف يشرب بعض رؤساء العالم ابتلوا بهذا المرض قبل فتره. واحد يدعو يتقدم بالدعاء الى الله سبحانه وتعالى، هذه خمس ضمانات لبقاء النعم الالهيه، اقرا لكم بعض الروايات واختم بها الموضوع عن النبي صلى الله عليه واله: ان لله عبادا اختصهم بالنعم. يقرها فيهم ما بذلوها للناس، انفق الله يعوضك، يخلف عليك، فإذا منعوها حولها عنهم إلى غيرهم، الله يسلب هذه النعمة، إذا لم تنفقها على عباد الله. عن الإمام الباقر صلوات الله عليه ما من أحد يظلم مظلمة إلا أخذه الله بها في نفسه وماله الله ينتقم عن الإمام الصادق صلوات الله عليه عن أبيه الإمام الباقر صلوات الله عليه إن الله قضى قضاء حتمية مهم الرواية لا ينعم على عبد بنعمه فيسلبها اياه حتى يحدث ذلك العبد ذنبا يستحق بذلك النقمه، اذا الله انعم على واحد بنعمه هذه النعمه ابديه، الا اذا اذنب الله يسلب منه تلك النعمه. النبي صلى الله عليه واله كما في هذه الروايه يقول اتقوا الذنوب وبالذات الشباب، الشباب الان هوايه في معرض الخطر مع هذه الاجواء المفتوحه، اتقوا الذنوب فانها ممحقه او ممحقه للخيرات يسلب النعمه. ونختم بهذه الروايه امير المؤمنين صلوات الله عليه وصل الى منطقه المدائن بالعراق فوصل الى طاق كسرى ما ادري شايفينه لا طاق عظيم يدل على قصر عظيم فكان هنالك شاعر اخذ يتمثل بهذا البيت جرت الرياح على محل ديارهم او على رسوم ديارهم فكأنهم كانوا على ميعاد. الإمام صلوات الله عليه قال له: ألا قلت، تقرأ هذه الآية الكريمة، هذه الآيات: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ثم قال صلوات الله عليه: إن هؤلاء، هؤلاء القوم كانوا وارثين فأصبحوا موروثين، إن هؤلاء لم يشكروا النعمة. فسلبوا دنياهم بالمعصيه، المعصيه نوع من انواع كفران النعمه، اياكم وكفر النعم لا تحل بكم النقم، ولا باس ان نقرا هذه الروايه عن امير المؤمنين صلوات الله عليه يقول كما في هذه الروايه قطيعه الرحم تزيل النعم. عندكم فد عجوز في العائله لا تضر ولا تنفع ولا تحل ولا تربط فد عم فد خاله عندكم اصلا لا تنفع للدنيا والاخره شنو الداعي تروحون عندها تقضون عمركم هذا يطيل عمركم هذا يسبب الخير في دنياكم لا تفكروا في النفع الدنيوي والمادي تنفع أو ما تنفع تحول أو لا تحول تربط أو لا تربط روحوا صلوا أرحامكم هذا في خير الدنيا والآخرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم وعلى جميع المؤمنين هذه النعم وإن شاء الله تدعون في حرم كريمة أهل البيت وفي حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه بأن يديم الله النعم ويزيد الله النعم فإنه أكرم مسؤول وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات فانارت الافهام بالايات 我悲。